ايضا ننوه على مساله. بعض الناس اذا جاء يدعو يقول لك يا وجه الله يا رحمه الله. قال الامام ابن تيميه رحمه الله عليه في كتاب الاستقامه وغيرها، قال والدعاء بالصفات شرك. ركز، هذا موجود في بعض القبائل وفي بعض البلدان، لما يدعو يقول لك يا وجه الله، صح ولا يا رحمه الله ادركيني، ايوه فهمت، ما يجوز. ولذلك ربنا عز وجل ماذا قال؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء جار مجرور، خبر مقدم، والأسماء مبتدأ مؤخر، يدل على الحصر. لما يتقدم المعمول قبل العامل دلالة على إيش؟ على الحصر. يعني الله لا يدعى إلا بإيش؟ بأسمائه. أما الصفات هذه إنما يتوسل بها إلى الله، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، هذا يتوسل بها لكن لا يدعى بها. الدعاء بالصفات شرك أيها الكرام الفضلاء. فلما تقول يا رحمة الله أدركيني، يا تقول يا رحيم اغفر لنا، يا ودود ألطف بنا، وهكذا وضعت هذه. فتنتبه لمثل هذه الأشياء التي يكون فيها اعتداء، فين اعتداء في الدعاء. نعم.